اهلا بيكم متابعين قناة مصر الان. مي عمر ترتدي فستانا ب 15 مليون دولار من الالماس الحر بديفليه هاني البحيري. انهى مصمم الازياء الشهير هاني البحيري الديفليه السنوي اليوم بمفاجأة كعادته كل عام بفزازين زفاف مصنوعة من الالماس الحر يقدر نحو 15 مليون دولار. وارتدت الفستان الفنانة مي عمر، ويتميز الفستان بزي العريض مطرز بالكامل من الألماس الحر وقصير من الأمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التي قدمها هاني البحيري من قبل. والفستان من تصميم هاني البحيري بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة بمجال المجوهرات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها هاني البحيري فستان من الألماس، حيث تألقت العام الماضي نيكول سابا بفستان قدرة بعشرات الملايين. العرض تضمن 100 فستان، وهو العرض رقم 100 للمصمم المصري. الجدير بالذكر انه خلال المؤتمر الصحفي صرح هاني البحيري بان استعراضه للفساتين غالية الثمن يأتي من منطلق ان يرى العالم ان المصممين المصريين لديهم فساتين باهظة الثمن. كما اكد المصمم العالمي هاني البحيري ان الفستان الذي ترتديه الفنانة مي عمر في نهاية العرض الذي نظمه امس تكلفته 15 مليون دولار امريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، وذلك في لقاء أجرته معه الإعلامية بوسي شلبي على هامش وتوافد الفنانات على حضور الفعاليات على رأسهن الفنانة نرمين الفقي وفيفي عبده وصفية العمري وسوزان نجم الدين ولقاء سويدان ونهال عنبر ووفاء عامر وزيزي ومها أحمد وملك أورا ولطيفة. كما حضر الحفل هاني شاكر هاني رمزي وزوجته والفنان ماجد المصري وزوجته. كما أكد المصمم العالمي هاني البحيري أن المنتجات المصرية وصلت لمستوى عالمي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر. وأعلن هاني البحيري عن تواجد منتجات مصرية الصنع من تصميمه ضمن معروضات أسبوع الموضة بباريس، والذي يعتبر أعلى أسبوع للموضة في العالم. إحنا وصلنا لباريس فاشن ويك، أعلى أسبوع موضة في العالم وفيه منتجات مصرية 100%. وتابع هاني البحيري منتج مصري بأيدي مصرية وقماش مصري ووصلنا به لأعلى أسبوع موضة في العالم. وطالب البحيري بدعم مهنة صناعة الملابس، مشيرا إلى أنه وقع بروتوكول لعمل أكاديمية لمحبي الأزياء لدراسة تصميم الأزياء، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيقدم عرض أزياء مصري ب 85 قطعة صناعة يدوية مصرية ستنافس في السوق العالمي بباريس. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.